الخامس من أركان الإيمان. ينجم الركن للركنكان إيمان. الإيمان باليوم الآخر. باور هنان بالروجي دواي. الأيام أو المراحل التي يمر بها الإنسان خمسة. أو روجعلاني كمروف كيدا تيبر دفريت بينج دانا. يوم في العدم قبل أن يخلق. روجك لنبونا بيش أوي دروز بكريت. ويوم في الأجنة في البطون. روجك لنوسكي دايكياتي. ويوم في الدنيا. والروجك لدنيا دايا. ويوم في البرزخ في القبر. والروجك لناو قبر بجور ركيد دايا لبرزخ دايا. والخامس هو اليوم الآخر. وبينجم ككوتار روجا وروجي دوايا. كيف نؤمن باليوم الآخر؟ شون باور بالروجي دوايا بكين؟ نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. باور من بهمو أو أنا هيا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هوالي داوا كلت باش مردن روددن. مثل خروج الروح. نمونا درشوني الروح حقا. قبض الملائكة للروح. روح كيشان للايان ملائكة كانوا. صعودا بالروح إلى السماء. برس كردنوي الروح كان بو آسمان. نعيم القبر. خوش يكاني ناوغور. عذاب القبر. سزاكاني ناوغور. سؤال الملكين عن الأصول الثلاثة. برسيار كردني هردو ملائكة درباري سيبن جينكا. البعث بعد الموت. زندوبونا ولا باش مردن. الحساب. الجنة جنت. النار آخر. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. همو أواني كلا باش مردم روددن بشكن لباور هنان بالروجي دواي.